السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كل عام وأنتم بألف خير. حلقة اليوم من أهم الحلقات المفيدة ليك ولكل إخواتنا المشاهدين والمتابعين. طبعا أنا معايا جهاز انفرتر جهازين، ومعايا 2 تونجر للشحن، ومعايا بطارية جيل 100 أمبير، سواء 100 أمبير أو 50 أمبير أو 200 أمبير أو 80 زي ما كنت. ده اللي موجودة معايا 150 أمبير مش 100 امبير، ده 150 اهي. ولكن احنا هنبدا دلوقتي نشوف الناس اللي بتقول انا موجود عندي 2 انفرتر ومش عارف اتصرف ازاي، عايز استفيد من الاتنين. واحد تاني بيقول انا عندي الشحن بطيء، الشاحن بتاع البطاريه بطيء، اعمل ايه؟ هنقدر في الفيديو ده نقدر نزود الشحن زي ما احنا عايزين، ونقدر نزود الاحمال بتاعه الاضاءه او التشغيل برضو زي ما احنا عايزين بكل بساطه. يبقى نشاهد المحتوى للنهايه ونكمل الفيديو علشان نقدر نستفيد ونطلع منه بمعلومه قيمه. اخويا اللي قال عندي جهازين انفرتر ومش عارف استفيد منهم ازاي، هو ما عندوش فكره انه يقدر يوصل الجهازين مع بعض على بطاريه واحده زي ما هنعمل دلوقتي. هنبدا نوصل الطرف الموجب والطرف السالب. بسم الله الرحمن الرحيم. وادي طرف الموجب كمان اهو كده. بعد ما وصلنا طرف الموجب وطرف السالب هنشغل جهاز الانفرتر بالشكل ده. الجهاز شغال بسم الله ما شاء الله زي ما انتم شايفين، انا جربت عليه لمبه 200 اهو، شغال بكفاءه زي ما احنا شايفين. كتير من اخواتنا المشاهدين المتابعين بيقول انا عندي الجهاز ده مش مكفي القدره اللي موجوده في المنزل. الجهاز ده طبعا احنا شغلنا عليه ثلاجه قبل كده شغلها. طيب في ناس بتقول انا عايز اشغل التلاجة وعايز اشغل المراوح وعايز اشغل التلفزيون والحاجات دي، اعمل ايه اذا كان ده مش قادر غير على تشغيل تلاجة وتلات اربع لمبات بس؟ انا اقول لك الحل، وعايزك تكمل الفيديو عشان اقول لك الحل والفكرة القيمة اللي هنعملها باستخدام تونجر الشحن، علشان تبقى عارف، لان الفيديو ده غني بالمعلومات القيمة اللي هتقدر تستفيد منها ان شاء الله باذن الله. طيب لو انا شغلت الجهاز ده كده لوحده ووصلت عليه التلاجة او الفريزر وشغله تمام، طبعا انا عندي بطاريه 150 او 200 امبير او اكتر او اقل. انا شغلت الجهاز ده على البطاريه ال 100 امبير اللي زي دي، اشتغل 13 ساعه على الفريزر. لكن هنفترض ان احنا عايزين ننور المنزل كمان، ده بطاريه 150 امبير هتديني وقت اطول. طيب ينفع اعمل عمليه دمج لجهاز تاني او اوصل معاه انفرتر تاني في نفس التوقيت؟ ينفع ان شاء الله باذن الله. لو وصلت الطرف السالب وادي الطرف الموجب كده اه اشتغل، الجهاز التاني اشتغل. لكن انا هفضل ان انا اوصلهم من هنا علشان الكابلات ايه ما تبقاش معايا في مشاكل في التوصيل او لعبكه. هوصل مع الجهاز اللي موجود معايا هنا علشان اشغل الجهازين مع بعض. نركز كويس ان الفيديو ده من اهم الفيديوهات اللي هتشوفها على اليوتيوب، توضيح جميل جدا علشان نقدر نوزع الاحمال ونخلي جهاز يشغل التلاجة لوحدها، والجهاز التاني هنديله خط بقى يدي المراوح ويدي الإضاءة ويدي الحاجات اللي احنا عايزين نشغلها تانية في المنزل. كده انا وصلت عملية دمج ما بين الموجب على الموجب والسالب على السالب، سواء من البطارية او سواء من الجهاز نفسه، كده هيشتغل معاك وهيبقى زي الفل. كده جميل، كده انا وصلت الجهازين مع بعض. هنبدأ نشغل الجهاز التاني اهو. كده اصبح عندي قدرتين شغالين على بطارية واحدة. يعني أنا الأول كان عندي جهاز 1 كيلو، كده أصبح عندي 2 كيلو. هاخد خط كده للتلاجة مثلا أهو اللي شغال بنور أهو، أو أخد الخط التاني ده بكابل تاني على المراوح وعلى الأجهزة اللي أنا عايز أشغل عليها أهو بالشكل ده ما شاء الله شغال، وده شغال تمام. كده أصبح عندي 2 انفرتر شغالين على بطارية واحدة، أو 2 جهاز يو بي إس أو أيا كان نوع الجهاز. نيجي بقى لمرحلة الشحن ودي الأهم. مرحلة الشحن ودي الأهم. خلاص إحنا خلصنا من فكرة إنك توصل جهازين مع بعض، ودي فكرة قيمة وممتازة جدا. أنا عندي تونجر شحن زي ده 10 أمبير. على فكرة التونجر ده أنا شحنت بيه البطارية الـ 150 وبيشحنها وبيفصل عنها أوتوماتيك. لو أنا وصلته كده في الكهرباء بيديني لمبة إيه؟ بيديني لمبة خضراء زي دي كده. لكن لما بوصل الطرف الموجب أهو، ادي الموجب اهو، وهنوصل الطرف السالب، السالب كمان اهو على السالب،
اداني لمبه حمراء واداني المؤشر بتاع الشحن اهو. اول ما بينزل المؤشر كده لحد الصفر بيبقى كده شحنت، وبيبدا يديني لمبه خضراء مكان اللمبه الحمراء دي. اهي اللمبه الحمراء دي بيديني لمبه خضراء ويقول لي ان هي شحنت، والجهاز بيفصل عنها اوتوماتيك. طيب ينفع اعمل كمان عمليه دمج او تقويه لتوصيل تونجر شحن تاني في نفس التوقيت بحيث يشحن في وقت اقصر؟ يعني ده لو هيشحن في 5 ساعات او في 10 ساعات، بعد ما احط واحد تاني زيه يبقى هيشحن في 5 ساعات، او هيشحن في ساعتين يبقى هنخليه يشحن في ساعه واحده. طيب يلا نجرب مع بعض برضو الفكره دي الجميله دي، نقدر نعملها؟ نقدر نعملها. هنوصل ادي التونجر التاني اهو، وناخد الموجب بتاعه على الموجب بتاع التونجر الاولاني اهو كده مع بعض، نظام توازي. وهناخد السالب على السالب والموجب على الموجب زي ما قلنا اهو كده. بدأ يشحن معايا في وقت اسرع زي ما حضراتكم شايفين كده، الجهازين بيشحنوا مع بعض في توقيت واحد، وخلاص قرب ان هو يفصل، وفصل بالفعل اهو كده، كمل الشحن والتاني كمل الشحن، لان فعلا البطارية مشحونة وكان فاضل فيها حاجة بسيطة جدا. يعني انا قبل ما اعمل الفيديو كنت شاحنها استهلكت منها تقريبا يعني 5 دقايق على مروحة علشان اقدر اجرب في عملية الشحن. كده الجهازين شحنوا وادوني ضوء اخضر وده ضوء اخضر في نفس التوقيت، اذا عملية الشحن هتبقى اسرع بكتير من الاول. طب تعالى بقى اقول لك على فكرة اقوى وافضل من كل الافكار اللي قلناها في بداية الفيديو على موضوع تونجر الشحن. لو انا فكيت كده، ادي انا عندي 2 تونجر شحن اهو، في واحد من اخواتنا وحبيبنا هيقول انا عندي بطارية 24 اشحنها ازاي؟ اشحن البطارية ال 24 ازاي؟ طبعا احنا عارفين ان ده بيطلع 14 فولت في عملية الشحن العادة، لما بنعوز نشحن منه كده ايه بالنسبة للبطاريات ال 12 فولت بيطلع 14 فولت، وبيشحن اوتوماتيك وبيفصل اوتوماتيك. انا جبت التونجر الثاني اهو، نحط الاثنين على بعض كده علشان نشوف فكرة اليوم. لو انا خدت الموجب بتاع الجهاز ده وصلته على موجب الجهاز التاني زي ما احنا عملنا عادي مفيش مشكلة. طب انا عايز اعمل فكرة اقوى وافضل من كده، نخلي اتنين جنب بعض، ادي الموجب والسالب، ادي موجب وسالب اهو، وادي موجب والسالب بتاع الجهاز التاني اهو، والكابلات بتاعتهم متوصلة في الكهرباء المنزلية اهي، خليها على جنب علشان تبقى باينه في التصوير. ادي الجهازين وادي الجهاز التاني اهو. انا بقى لو خدت السالب بتاع ده او العكس او الموجب عادي مش هنختلف يعني. لو انا خدت الطرف الموجب بتاع الجهاز اللي على اليسار وصلته على السالب بتاع الجهاز التاني، يعني ناخد الموجب ده نوصله على ده، نظام توصيل على التوالي مش التوازي، التوالي، يبقى ناخد الموجب نوديه على السالب، هيفيد عندي بقى ايه؟ هيفضل عندي طرف موجب وطرف سالب. طب يلا نشوف فيهم كام فولت كده عشان نعرف الفكره القيمه دي، نقدر نستفيد ويبقى عندنا تونجر شحن 24 فولت نقدر نشحن منه اي بطاريه او 24 او اي سيستم 24. نجرب مع بعض. ادي بسم الله الرحمن الرحيم، ادي الطرف اللي قلنا عليه وادي الطرف الثاني اهو، اصبح عندك زي ما انت شايف 28 فولت، 27 99 يعني 28 فولت خارجين، نقدر نوصل الطرف الموجب والسالب ويشحنوا اي بطاريه 24 فولت. يبقى احنا عملنا كذا فكره من فكره واحده او من حاجه واحده، قدرنا هنا نزود عمليه الشحن زي ما قلنا، وقدرنا هنا نخلي الشحن ده ل 12 نخليه 24، قدرنا كمان نخليه لو هو 10 امبير نخليه بقدره 20 امبير لما يجي يشحن البطاريات اللي زي دي او اي بطاريه ثانيه، قدرنا بفضل الله نخلي القدره اللي كانت واحده عندي على الانفرتر او جهاز اليو بي اس قدرنا نزودها بالشكل اللي انتم شفتوه. يا ريت لو قدمت لك معلومه مفيده تكتب اي كلمه تدل انك شفت الفيديو للنهايه في التعليقات، يعني يا ريت خلينا نكتب كلنا مع بعض كل عام وانتم بالف خير في التعليقات، ودمتم في رعايه الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.